المسألة تعرف شيخنا يعني موقف الشيخ مقبل حفظه الله وكذلك الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في مجاهدة البدع والأقوال المنحرفة، وبعض الشباب يعني يشكك في قدر هذين الشيخين، فلو كلمة منكم حفظكم الله حول هذين الشيخين ولو باختصار شديد ينفع الله سبحانه وتعالى بها ويدفع الله عن هذين الشيخين ألسنة كثيرين ممن يريدون بعيدهم عيب الطريق الذي هم عليه. لابد في حضور الدواء انت خلي الشيخ حياك الله. نحن بلا شك نحمد الله عز وجل ان سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم، ولذلك فالحط على هذين الشيخين الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين، إما من جاهل أو صاحب هوى. الجاهل كما سبق في كلمة لك يمكن هدايته بيسر لأنه يظن أنه على شيء من العلم، فإذا ما تبين له العلم الصحيح اهتدى. ولذلك أنا أقول في كثير من المناسبات أن في بعض الجماعات القائمة اليوم وهم منحرفون عن دعوتنا نرى أن فيهم إخلاصا، فأقول هؤلاء حب إلي من الذين معنا في دعوتنا لكن يتبين أنهم ليسوا معنا في الإخلاص الله الذي هو شرط لقبول كل عمل صالح. الله حسن ختام. أما صاحب الهوى فليس لنا إليه سبيل إلا أن يهديه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين هما كما ذكرنا إما جاهل فيعلم وإما صاحب هوى فيستعاذ بالله من شره، ونطلب من الله عز وجل إما أن يهديه وإما أن يخصم ظهره. الله لكن بالنسبة للشيخ مقبل أنا ما قرأت له كثيرا كما هو الشأن بالنسبة لأخونا الربيع، والربيع يبدو أن نشاطه في الكتابة أكثر من الشيخ مقبل، والعكس تماما، المقبل في الدعوة ومخالطة الناس ودعوتهم إلى الكتاب والسنة ووعظهم وإرشادهم أكثر من الشيخ الدكتور الربيع. فأريد أن أقول أن الذي رأيته في كتابات الشيخ أو الدكتور الربيع إنها ما أنها مفيدة، ولا أذكر أني رأيت له خطأ وخروجا عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه ما شاء الله. لكني قلت له في أكثر من مرة في مهاتفة جرت بيني وبينه لو أنه يعني يتلطف باستعمال بعض العبارات، وبخاصة أن
أن الذي يرد عليه قد يكون ممن انتقل إلى حساب الله وفضله ورحمته ومغفرته، ثم هو من زاوية أخرى قد يكون له شوكة ويكون له عصبة ينتمون إليه بالحماس الجاهلي مش العلمي. فمن أجل هؤلاء، ليس من أجل ذاك الذي انتقل إلى رحمة الله عز وجل، أرى التلطف في الرد على أولئك الذين خالفوا منهجنا السلفي. أما الناحية العلمية فهي فيه والحمد لله قوية جدا. أما بالنسبة للشيخ مقبل فأهل مكة أدرى بشعابها، والأخبار التي تأتينا منكم أكبر شهادة لكون الله عز وجل قد وفقه توفيقا ربما لا نعرف له مثيلا بالنسبة لبعض الدعاة الظاهرين اليوم على وجه الأرض. فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين ليتعرفوا أولا على دينهم وأن يكونوا بعيدين عن اتباع أهوائهم. اللهم آمين. ولعل في هذا القدر كفاية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم إن شاء الله. كما احنا شيخنا أن أقعدناك أو يا سيدي كما قال عليه السلام إن أنت إلا إصبع جميت في سبيل الله ما لقيت. الله. ما لقينا نحن الحمد لله ما لقينا شيء، لكن نشعر بحرج عندما يعني نشعر بصحتكم على هذا الحال. الله يبارك فيك. وتأتي المسافة البعيدة هذه أسأل الله أن يجعلنا في ميزان حسناتكم. الله يبارك فيك. وما هذا إلا من فضلكم بعد الله سبحانه وتعالى وطيب معدنكم. هذه المسافة بالنسبة لمسافتكم الله يجزيكم خيرا. ما تفضل. الله يبارك فيكم. الله حفظكم الله.